أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413035091. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. العربية عليها صندوق مغلق، العربية فابريكا بالكامل ما عدا الكبوت، العربية يوجد عليها تأمين شامل على السيارة ضد الحوادث، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها كاوتش جديد راكب من 15 يوم، العربية فيها فرش صالون جديد، العربية فيها عداد شرعي 140 ألف كيلو متر، العربية بحالة الزيرو بدون مشاكل أو ملاحظات، والموتور بتاع العربية وآلات الجر سليمة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. سعر العربية 215 ألف جنيه. سعر العربية 215 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-332-42446. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-332-42446. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.